صباح الخير أحبتنا في كل مكان، سعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في حصتكم الهائلية دار دارك. وسيلان الهدى تحييكم وراء الميكروفون، عبد الإله ودليل بن زايد في الهندسة التقنية. دار داركم وسيلة ضيف عندكم. إذن حصة اليوم أستضيف شيف فاطمة، اللي نحييها ونقول لك عيدك مبروك، ما تشوفناش يبارك فيك تغفرنا. يبارك فيك الأخت وسيلة، نقول لك صباح الخير. صباح الأنوار. نقول للطاقم الإذاعي نقول لهم صباح الخير، صباح الخير المستمعين تاو هنا. الوفيات مع الوصفات، كاين بزاف مستمعين ومستمعات وفيات اللي طلبوا نصائح، طلبوا وصفات باش يبروفيتيو في هذه الفترة باش تخرج لهم وصفات ناجحة. إذا وجبتي لنا اليوم كوصفة أولى، جبت لهم المحمر، كانت واحدة المحمر تاع العرس. نعم هنا المحمر هنايا يحكموا وما نعطوهمش كونتيتي كبيرة. نعم على حسب على حساب الآخر. نعم هنا المحمر تاع العرس كيديروا له هما يحكموا يديروا أون ماغينات. صح يقضبوا ترابي البصل، دير معاه دير البصل، دير الدهان، يديروا الملح، الحرور، السكنجبير. نعم يديروا الكركب ودير معاه شويه تاع زيت ما تكثرش، ويمرغدوا هذاك اللحم في هذيك لا مارينات. صح خلوها تريح. لا غير بالطرف هكا يمرغدوا بالطرف يديروا في الطاجين. صح هذه تاع العراسه. نعم كيما هكا ايا ودير هنا في تاع العراس يديروا القرفه تاع العود. هي. ويديروا الكبابه والنجمة تاع الارض، نجمة الارض. نعم هذه هي. ويمرقوا هنا كيطيب المحمر يقلعوه يدهنوه بشوية تاع دهان ولا موطارد. ايه ويدخلوه للفور يتحمر. من بعد هذاك البويون اللي طاف فيه اللحم تاعنا يصفوه. ايه. يتصفى ويرموا فيه لي بولا تاع الفيونداشي. صح وهنا التزيين هنا تاع المحمر من فوق، اللي بغات دير اللوز اللي بغات دير الشامبينيون دير الشامبينيون. دائما احنا لاصوص تاع الشامبينيون نقولوا دائما نمدوا نصائح ما يلقش يطيب في لاصوص تاع المحمر، دائما نطيبوها او باراليل على وحده شويه تقليه شويه ثوم باش يتحمر مليح عاد شويه حرور. هذه نرموه في نعاود لهم غير المقادير تاع المحمر. هنا اطراف اللحم هنا على حسب افراد العائله. ايه؟ عندنا بصل غابي نديرو هنايا لي زيبيس، عندنا الملح، عندنا الحرور، الكركب، عندنا السكنجبير، وعندنا قلنا الكبابه، القرفه عود، ونجمه الارض، ونمرقوا هنا على حسب ما على حسب ما نغطوا اللحم ما نكثروش بزاف. نعم باش تجي لاصوص تجي ثقيله وبنينه، تجي ثقيله وتجي مليحه. واه كاين اللي اللحم تاني اللي كنطيبوه بيان واه اللي هاو اللي كيعطوه راحته. نعم ومن بعد قلت لهم يحكموا هذاك اللحم يحمروه في الكوشه مع شويه دهان شويه تاع الموطارد، وتكون وجدت هنا لي بولات دو فيونداشي. لي زيبيس هنا اللي ديرهم في الطاجين ديرهم في الفيونداشي كيف كيف، ودير شويه تاع لا شابلوغ فيها باش تجيها شويه طريه. وطيب لي بولات دو فيوند وتزين الطبق تاعها. هي وصفه المحمر هي تالمون اللي فيها بزاف، كاين يدير كاع يدهنها بلا موطارد والدهان ويدير كاع لي زيبيس تاعها ويخليها واحد جوج سوايع ولا في الفريغو باش تشرب هذيك عاد اللي عاد طيب. وكاين اللي كيما قلتي في العراس وكاع غير يدهنوهم وكاع هاد الوصفه تاعك تاني ناجحه. وانا تاني جربتها. يعطيك الصحه. يسلمك الاخت وسيله. مع وصفات الجزائرية والوصفات التقليدية اللي نحضروهم تحضرهم العائلة الجزائرية في عيد الأضحى المبارك، قلنا المحمر، وكاين تاني من فوتو 3 أيام 4 أيام صاي الناس تنقهم هذاك الملحم وكاع. في مستمعة طلبت وصفة تاع البركوكس ولكن أظن اللي ما عطتهاش ما كانش الوقت باش تعطيها لها شوف سهيلة، نحييها نقولها عيدك مبروك. إذا لا تقدري تعطينا وصفة تاع إن شاء الله بإذن الله. هنا البركوكس هنايا هنا راه اللحم راه كاين. نعم تقدر بمورسو تاع اللحم ولا ديرها بالعصبان، ثاني يجي جباب بالعصبان. صح هنا تقدر ولكن اللي عندها شوية دجاج شوية كفتة وشوية تخلط دير فتيتة تنجم تخلط. واه حنا مرانا في المومو تاع اللحم ديرها. نعم. باللحم. صح هذه هي. هنا اللحم هنا دير مرصو تاع اللحم، دير معاه بصل، هنا البصل تقطعه غير هنا غير على ربعه ولا ما ترابيش، انا ما رابيش في البركوكس. لي طوماط ثاني ديروا بصل وطوماطيس. الطوماطيس هو اللي يزين البركوكس. هذه هي. والثوم الثوم هكا نرميه فص الثوم، ودير هنايا طماطم تاع العلب، ودير نفوتو هنا لي زيبيس، عندنا الملح، الحرور، الكركب،
الفلفله حمراء، انا ندير سكنجبير حب في البركوكس وقلبات على القصبر بوكي وقصبر، ويبغي القصبر والثوم بركوكس في الوسط وفي الاخير. واه هذه هي وديروا فيه مسيخسر بسكلا كانت تاع نافصه هكا ولا هذه دير مسيخسر ايبيس هذه ينباعوا هكا عيدان عند العشاب تشريهم تنقيهم بيان وتكرطهم غير بالخدمه صح مسيخسر. وكاين اللي يقولها بوزفور كاين اللي يقولها صح هذه هي دير لها المسيخسر وتخليه يطيب هنايا كيطيب اللحم كيطيب اللحم هنايا تطحن هذوك الخضره تاعها تطحنهم كي تطحنهم تعاود تردها فوق الغاز وتزيد هنايا مغرف تاع راس الحانوت وتكون ديجا خدمه الدرسه صح الدرسة. ما ديرش حمص فيه دير الحمص بيان سور نسيت معليش انا هنا في الدرسه هنا تكون تخدمها من قبل الدرسه راهي باينه هنا قصبر مع الثوم ثوم غابي قصبر تقطعه عندك دفون نديرها في الغوبو باش ينطحن غايه ينطحن غايه حتى انا نديرها في الغوبو اللي يطحن مليح دوك في الاخير قلنا كي تطحن هنا شوف ولا خاصها شويه طوماطيس ولا هي ولا خاصها الملح الذوق ثاني دير قلت لك مغرف تاع راس الحانوت ودير هذيك الدرسه وتخليها تغلي وتطفي هنا نقضبوا البركوكس هنايا تغسله بيان بالمحامي غسله غايه بالمحامي واحد جوج غسلات ولا ثلاثه ومن بعد تقطرها في كسكاس ودير عليه مغرف تاع زيت صح باش ينتحللها نعم. هنا واه كيما الطعام تفور هنا التفويره الاولى تاع البركوكس انا نفورها زوج خطرات التفويره الاولى تعاودها بهذاك هذاك المرق تاع اللي درنا فيه اللحم في الزوجه وغير رشه ماشي تكثر لها الماء كيما باش تدخل هكا شويه غير رشه ودي لها شويه راس الحانوت هذاك البركوكس وتعاودها هكا وتخليه يشرب واحد ربع ساعه ولا وتعاود تفوره كي تعاود تفوره هنايا تحله بيديها وتطبخه نعم دائما حنايا نيفيتو نديرو نوخرو شويه لاصوص ايوا تخلي شويه على الكوتي يشرب نيشان نعم. تخلي هنايا صلا كي الروز نيشان تخلي دو كوتي هنايا شويه من داك المرق نعم. وتطبخ البركوكس تاعها وتقعد ساعه ساعه تخلط فيه باش ما يلصقلهاش من تحت نعم. وتكبه هنا في قصعه وتخليه يشرب وتزينه هنايا باللحم هكا تفته وراس الحانوت وكاع واللي يبغي يدير تاع التعمير التعمير ثاني نعم. التعمير هنايا راه باين تحكم هنا الكفته تقلي السميد موايا تقليه هنا السميد كي تقليه ترش عليه شويه تاع ما باش يطرى انا ندير له كيما هكا نعم. ترش عليه هكا شويه تاع ما قبل من تقليه وتكمل واه. ترش عليه شويه تاع الماء نعم. ديرها مع الفيونداشي دير قصبر مقطع مع عدنوس مقطع دير مغرف تاع لاشابلوغ باش يجي طري ندير مغرف تاع الدهان دير له الملح الحرور لي زيبيس غير تاع اللي درناهم في البركوكس الكركب السكنجبير راس الحانوت وهنا وتلمه غير بالبيض تخدمه بيديها خير التعمير بصح باش ديك الكفته ما تقعدش انت وين تعمريه كي اللي عمرو في الساشي تاع السباغيتي انا هذا ما ينفعني والله تبلعه مليح جيني ساهل اسكو دفون طيبه مع مع المرقه مع المرقه ونزيرها بيان هكا يا مليح كاين اللي يدير حتى اللي يغلي شويه بيض وديره في الوسط باش من بعد مين تقطيه يبقى هذيك الدوائر مع البيض مع البيض فايت وديري هذيك لافاس صافي البيض تفرسيه في الوسط ديري لو بودان تاعك ودخليه في الساشي تمشي مع بالكوكس لا لا وحده 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 سيغ في وحده وحده نعم هذه هي على حسب الذوق ولا على حسب الامكانيات اللي يكون عندنا نشكرك شيف فاطمه على الوصفه الجميله على المحمر انت شفتك متتبعه وفيه دونك البارح عرفتي واش خاص خاص هم المستمعه طلبت البركوكس وطلبت المحمر حتى في الحصه تاعي طلبت مستمعه محمر ولكن ما وفناش الوقت ديفا الوقت محدد لازم نحترموه وبقات وصفه تاع الحلويات اللي انا راني في اسبوع نحوس عليها وحده راهي توحم في تموشنت اللي نحييها واتصلت بها ولكن غير صبر عليا اليوم جبت لنا شيف فاطمه الوصفه وراح نديرها لك ونبعثها لك حتى لعندك ان شاء الله ان شاء الله اذا عطينا الوصفه تاع الحلوى تاع الكاطو اللي الفرينه تكون مقليه هي حنا جينيرالمون من انا من شفت وحوست دونك الفرينه ملي تكون مقليه دونك الكاطو يجي ماشي طايب يجي بارد ولكن كاين قلت لك كاين وصفه بكري كانوا يقلوا الفرينه ويطيبوها يجي كيما الكاطو ساك انا هذه مشي مجربتها ولكن طلبت وحده عليها عطاتها لي عطيك صح انا ماذا بيا باش ندونها هذه هي نعم فيها زوج بيض هي بروح اقتصاديه ايكونوميك صح فيها زوج حبات تاع بيض نعم كاس لاتاي تاع زيت كاس لاتاي تاع السكر ناعم دير معاها مغرف تاع معجون تاع المشماش
دير كاس تاع كوكاو يكون محمص ومطحون، وكاس تاني تاع جلجلان تاني يكون محمص ومطحون، ودير معاه وحده خميره كيميائيه وتلم بالفرينه محمصه. هذا هو، نعاود لها المقادير ماذا بينا تكون تسمح فينا. انا قاعد تسمع، انا وعدتها باش انا نديرها لها ان شاء الله. الكاطو ان شاء الله عندنا زوج حبات تاع بيض، كاس لاتاي تاع زيت، كاس تاني هنا تاع السكر يكون ناعم. نعبروا غير بالكاس. لاتاي زوج كيسان ولا كاس؟ لا كاس، كاس واحد كاع. كاس صحة. كاس صح. كاس زيت وهنا كاس سكر ناعم. نعم. مغرف تاع معجون تاع المشمش. هنا نديرو كاس كوكاو تاني محمص ومطحون، كاس جلجلان محمص ومطحون، وحده خميره كيميائيه وتلم بالفرينه اللي ديجا تكون محمصه ومغربله. نعم. تغربلها تاني. صح. هنا تشكل صبيعات وطيبهم. هنا بعد اللي طيبهم دهنهم غير بالكونفيتور وفي الكوفريت، ولا ما بغاتش دير كيما هكا تغطسهم غير في الشوكولا، غير من الفوق هكا دير لهم ولا سكر غلاس. لا نجمي ديري سكر غلاس، بصح سكر غلاس اللي في الكاطو يكون حامي. نعم الحمد لله اللي يكون حامي. نشكرك شيف فاطمه على الوصفه وفرحتيني، زعما انا ما عندي سيرفيس. معليش ما كاين ثاني وصفه بصح بالفرينه حمصه بصح بدون سون كويسون. عطيها لنا سون كويسون هذه ما فيهاش صوالح بزاف. نعم. فيها كيله تاع لا هذه غريبيه. معليش عطينا الغريبيه. غريبيه مع لاتاي هكا غريبيه بصح بالفرينه محمصه. صح غريبيه هذه. دير كيله تاع السمن اللي يكون دايب، دير معاها زوج مغارف تاع زيت، دير كيله تاع سكر غلاس ونديرو هنا لا السكر غلاس يتنقص منه ما تكثروش بزاف باش ما يجيش حلو. وا وندير هنا كيله تاع مكسرات اللي عندها كوكا ولا لوز هكا يكونوا محمصين. ودير لافاني وتلم هنا بالفرينه، فرينه اللي تكون محمصه. تبغي هنايا ديرهم في السيليكون يطيبوا في السيليكون ودير موليهم. تبغي هنايا تطبعها وتعمرها كوكاو من الفوق، ولا دير كي الغريبيه تاع بكري ونديروا هذيك النقطه تاع الفرينه، ولا ديرها كيما تاع بكري زعما هذه موديرن جديده. زوقوا شويه. شكرا لك شيف فاطمه على الوصفات جميلة. اذا شاركوني عبر مكالماتكم على الارقام الهاتفيه 041 84 87 22 الى غايه 25. اعيد الارقام 041 84 87 22. والمكالمه الاولى. صباح الخير. صباح النور. مرحبا، عيدك مبروك. الله يبارك فيك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتي بخير. غير بغيت ندخل شويه روحي في ديك لا دام كلا دوموندي ديك تاعت موشنت كلا دوموندي. نعم. الكاطو اللي فيه الفرينه. نعم. شوفي انا كنت نديرها بكري. صحتك الصحه، عطينا الوصفه. شوفي كنت نقلي الفرينه. ايه. ونقلي لحظه. هاي هي بغات تعتني تاع لحظه. نعم. نقلي لحظه. ايه. ايوا ونخلطهم وندير الدهان وندير مكسرات تو سكالبو. ايه. وتلايم سوا بالحسن سوا بالكونفيتور. هذا ما يطيبش. ما يطيبش. نعم. ما يطيبش. نعم انا عيطت لها وقلت لها الكاطو اللي ما يطيبش، قلت لك لا هذا فيه الحليب بودره وفيه الفرينه مقليه ولكن يطيب. علاه حنا حوسنا وهذه الوصفه راهي الغريبيه تاع اللي يقولوا لها فرينه. ايه. عطات لها الشيف فاطمه الغريبيه اللي فيها الفرينه مقليه. انا هذا شوفي انا جو لوفيزي هذا الكاطو تاع اللحظه وال اما لا نديره في هو يجي طري. انا من سقسيتها قلت لها يجي طري وما يطيبش، قلت لك لا يجي كيما الكاطو ساك ولكن بالفرينه مقليه. انا شو انا ندير دون ان بلا ومن بعد ندير فوقه دي شوكولا جو لو غلاس افيك دو شوكولا. ايه. ونعاود ندير من الفوق مكسرات ولا نواط كوكو ولا اللي كان وجو كوبا مورسو. يعطيك الصحه وشكرا كثيرا على الوصفه. تحياتي. كل عام وانت بخير. صباح الخير بهيه. الو صباح الخير. نهارك مبروك. الله يبارك فيك، نهاركم مبروك وصباح الخير على كامل عمال الاذاعه. شكرا لك. وعلى الشيف تاعنا اللي راها معك. تفضلي بهيه. بغيت نسقسيك، نقدر نسقسي الاخت الشيف هذه؟ نعم. راهي في الاستماع. تفضلي الاخت. نعم حبيت نسقسيك الاخت على الغريبيه اللي تتباع. ما هو السر تاع داك التشقق هذاك اللي نشوفوه فيها اللي تتباع؟ يديروا لا لوفيغ نورمالمون، يديروا لا لوفيغ فيها. تسمى نورمالمون غير كثر لا لوفيغ ولا كيفاه؟ على حسب الكونتيتي اللي ديريها. راح تجاوبك، حنا نستقبلوا مكالمات، قاعدين معنا في الاستماع و ونسقسي. نعم. ثاني سؤال واحد اخر لو سمحتي. و السر تاع الكريوش باهي يبقى هذيك اللمعان تاع العسل.
يعني اسكو السر راه في العسل ولا في الكريوش ولا ما على باليش، باسكو كي نشروه هاد المام يجي نجيبوه للدار يقعد هذاك اللمعان هذاك تاع العسل، يعني ما هو السر باه يقعد الكريوش اللي يتبع هذاك اللمعان هذاك. صح، وشكرا ونهاركم مبروك. الله يبارك فيك، وتحياتي وتحياتي كل المستمعين والمستمعات. صباح الخير ام اماني. عروس صباح الخير، عيدك مبروك. الله يبارك فيك، عيدكم مبروك، بعام بخير. العام انت بخير، برعيتو بخير غاية. لا بس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. صباح الخير على اخت شاف قولها فهاين. صباح الخير اخت يعني. الله يخليك، بغيتك تعاودي الطاجين تاع محمد كيدير كيدسي في الشرموله، نعاودو يطيب في الكوشه ولا يطيب في هذيك الشرموله ونعاود نحمره في الكوشه؟ لا حتى يطيب، تما يطيب غير في هذيك الشرموله. واو تمرقي وطيبيه. نمرقو تمرقي بالمغالي بصح كي تمرقي بالمغالي كي يطيبو كاع وتقلعيه عاد تحمريه في الفوق. حنا نستقبلو مكالمات من بعد كاع تجوعي. والله يخليك تاني، بغيت تعطيني لاغوسيط تاع العصبان اللي ماشي اللي يطيب في الماء، اللي يطيب ديريكت في الكوشه، العصبان تاع الكوشه. صحي. نعم تحياتي. صحي. شكرا. صباح الخير. صباح الانوار، عيدكم مبروك. لاباس الحمد لله، السلام عليكم. لاباس الحمد لله. الحمد لله. الاخت وسيله. نعم الحم بوك، تعرفي هذاك الكاطو تاع هذاك اللي ينباع؟ نعم كي داير الكاطو؟ هذا تاع الببوشه. كي داير تاع الببوشه هذا؟ كي داير هذاك تاع بيتي فور؟ لي بيتي فور بالطابع ولا بلا طابع؟ خاصني ما بعدي شام خاطر تاع اللمبوط. يعني راني سييها يوم وما يخرجش كيما هذا تاع برا اللي ينباع. اللي يديروه باللمبوط باللخر. اللي يديروه باللمبوط واه يجي كيما بوشه. نعم. صح قاعد عندي الوصف. صح قاعدي في الاستماع، تحياتي. عرفتي سييت من الوصفه يا بصح ما خليش كيما هذاك اللي ينباع، على بالك هذاك اللي ينباع. مديتها المره اللي فاتت. لا هي رديتي بصح ما كنتش انا في الاستماع. صح قعدي في الاستماع، انا راني ضيق الوقت باش تجاوبكم شاف فاطمه. اذا كانت اخر مكالمه. شكرا اختي دليله بن زايد على استقبال المكالمات، ونعاود نولي لك شاف فاطمه الاجوبه. عاودي غير الوصفه تاع المحمر كيفاش، واش مقادير غير بالخف بلا طريقه التحضير؟ صح هنا المحمر على حسب اللحم، على حسب افراد العائله. نعم. قلنا تترابي عليه البصل، دير الملح، الحرور، الكركب، السكنجبير، قلنا كبابه ما تكثرش منها غير حبه على حسب الكونتيتي تاع اللحم. نعم. قلنا دير قرفة عود ونجمة الارض وتمرق بالمغالي. صح. تقليه بيان سور ومن بعد دير لها المغالي كي يطيب هنا تشوف اللحم تاعها. والماء يكون غير على حسب ما نغطوا اللحم. نعم. هنا كي تشوف اللحم تاعها صاي طابغه يا وراها زعما، تقلعه ودي لها شويه دهان شويه موطارد وتحمره في الفور. صح باش يجي. وتصفي هذاك المرق تاعنا اللي طاب فيه اللحم. نعم. وترمي فيه لي بولات تاع الفيونداشي. يعطيك الصحه. اذا نعاودوا نولوا للوصفه. في مستمعه طلبت وصفه تاع الفارين الحليب بودره، نعطيها لها قالت لك كونتيتي تاع فارينه تكون مقليه، حليب بودره مقلي ونلموه بالدهان والمكسرات والعسل. هذه في مستمعه اللي عطات هذه الوصفه. وصفه تاع البوشه تاع لي بيتي فور. لي بيتي فور. صح. هنا عندنا 125 غرام تاع الدهان اللي يكون غامولي. نعم. دير كاس تاع زيت المايزينا هنايا، تخلطهم بيان بالباتور حتى يولي بلون. نعم. يولي كريمي. تخلطهم هنا، تزيد معاهم لافاني، رشه تاع الملح، دير حبه تاع البيض، وتزيد معاهم مغرف تاع المعجون تاع المشمش. عاودي غير مقاطع بالخوف. 125 غرام تاع دهان غامولي، نص كاس تاع زيت، نص كاس تاع سكر عادي، نص كاس مايزينا، تخلطهم بيان بالباتور، دي لافاني، دير رشه الملح، حبه تاع بيض، ودير مغرف هنايا تاع الكونفيتور تاع المشمش، وتلم هنايا بالفارينه ونص ساشي تاع خميره كيميائيه. صراحه العجينه تاع لي بيتي فور توجور تجي طريه باش نجمو نشكلوها في باش تتشكل كيما هذوك تاع برا يديروها في ذاك اللمبوط وتخليها تريح وتخليها تريح ثاني لاباط شويه ومن بعد تشكل. نعم. لي بيتي فور تاعها. والديكوراسيون راهي باينه شوكولا ولا. نعم. اذا نعاودوا، باقي لنا غير العصبان تاع مازال ما دارت العصبان. العصبان كاين اللي المصران هذاك الكبير يخلوه على جهه ينقوه كاع، ومن يبغوا يطيبوه يجبدوه ويديروا الكفته ويديروا الاخر. عندك الوصفه باش بالكفته ولا بال كيما تبغي تاع الاخر؟ واه كيما
الوصفه اللي راهي عندك اعطيها لها. انا غير في راسي كيما واه في راسك، هادو صوالح اللي حنا مخلينهم في راسي. دونك ما نبغى ديرها هنا بالدواره كيما تعني نديرها. نعم. الدواره تقطعها تطيبها، انا نفتخها بالمحامي نطحنها مع الريه وشي الامعاء كاع، تطحنهم ودير معاهم قصبر، المعدنوس، الثوم، الكمون، انا نخلط شويه كفته من عندي والكفته نشان، نخلط الكفته باش تجي مليحه باش تجي ميم دوك الشكل هذوك الشواكل ثاني هكا تقطعهم دي بتي مورسو. نعم. ودير لي زيبيس تاعها في الحمراء، هو ثاني يبغي في الحمراء، بغات الهريسه ندير معاه مغرف دهان ولا مغرف زيت باش يجي طري. هذا هو العصبان. نعمروه مليح، تعمره نديروه في بلان ونغطوه. شوال العصبان كي ديرها في الكرشه تقب بيكيه بالبره بصح داك اللي نعمرو في داك الاخر ما يتبيكاش. لا ما يتبيكاش تاع الكوشه ما يتبيكاش، ما يطيبش في لاكوكوط هذاك ثاني. نعم. نغطوه في الفوق ونخلوه يطيب من بعد وخرو ونخلوه يتحمر شويه باش كي يدير عليه شويه تاع ما باش شويه ما ينحرقش في البلا. ايه في البلا واه في البلا باش ما ينحرقش. وتاع الفيونداشي ثاني ساهل. الفيونداشي ثاني دير معاها قصبر مقطع مع عدنوس الثوم، دير الطوماطيس هكا تقطعها ترابيهاش تقطعها، دير الروز ديجا تكون طيباته شويه واه باش ما يشدش الوقت. هذا تاع بلا، هذا نعم. هذا عصبان تاع بلا. نعم. ودير لي زيبيس، الملح، حرور، كمون، راس الحانوت، هذو كاع الصوالح، ودير معاه شويه ماء، ودير المرق، المرق هذاك تاع تاع لي ساشي ماشي لي كوب. نعم. المرق تاع الماء باش تاع البقري، دير تاع البقري مع الكفته يجي شباب. وديرها في لو بلا وتغطيه بابي كويسون، تزيد بالفوق ان بابي الومنيوم وتخليه يطيب. يطيب في غرده مليح. واه الكفته شتيها ماشي ما تديش الوقت. ومن بعد تحل تقلع هذاك وتحمرها غير من الفوق باش يتفركت، غادي يجي مفركت وميدم ينشف. هذا هو العصبان تاع الكفته. يعطيك الصحه شيف فاطمه، كانت وصفات رائعه. شكرا. وجاوبنا على كاع الاسئله تاع الاسبوع تاع المستمعات اللي ما كفناش الوقت. نقول لك نهارك مبروك. يسلمك. شكرا. شكرا لك حبيبتي. كانت معكم وسيله نور الهدى ميكروفونيا وعبد الاله ودليله بن زايد في الهندسه التقنيه. تحياتي.